السلام عليكم. الأصابع على الزناد. وزير إسرائيلي يدعو للاستعداد لإيران وتفكيك مشروعها. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. دعا وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس اليوم الأحد إلى الاستعداد لإيران وأن يكون الإصبع على الزناد. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية كان عن شتاينتس تأكيده على ضرورة أن يكون أي اتفاق مستقبلي مع إيران أفضل من السابق، بالإضافة إلى أن يهدف الاتفاق إلى تفكيك المشروع النووي الإيراني وليس تجميده. يأتي ذلك في وقت يتأهب الجيش الإسرائيلي لهجوم إيراني انطلاقا من دول ثالثة هي اليمن أو العراق. ونقلت قناة كان التابعة لهيئة البث الرسمية عن مصدر عسكري لم تسميها إن الجيش الإسرائيلي أجرى تقييما حيال إمكانية تفعيل إيران قوات موالية لها في دول الدائرة الثانية من أجل شن هجوم على إسرائيل بصواريخ أو طائرات بطن طيار. وكشفت القناة أن تدريبات أجراها الجيش لمحاكاة تعرض إسرائيل لهجمات من العراق أو اليمن عبر الصواريخ أو الطائرات المسيرة أو وسائل أخرى يتم تشغيلها عن بعد، مضيفا أنه في الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن الإيرانيين يستعدون لمثل هذه العمليات في الوقت الحالي، وأن حلفائهم في العراق واليمن قد ينفذ عمليات انطلاقا من أرضهم ضد إسرائيل. ويصادف اليوم الأحد الذكرى الأولى لاغتيال قائد السابق لفريق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد في 3 من يناير كانون الثاني 2020.